الحصاد الاقتصادي من القدس دوت كوم، أهلا بكم. أظهرت النتائج المالية للبنوك العاملة في فلسطين للعام الماضي إلى نمو صافي الموجودات بنسبة 6% ونمو صافي التسهيلات الائتمانية ب 18% ونمو ودائع العملاء ب 7%، في حين انخفض صافي الأرباح بنسبة 4%. خلصت دراسة اقتصادية صادرة عن منظمة التجارة العالمية فلسطين واتحاد الصناعات الفلسطينية عرضت نتائجها في ورشة عمل إلى ضرورة بدء قطاعات صناعة الأدوية والخدمات المالية والمصرفية بإجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة. تأتي هذه الدراسة بعد أن قطعت صناعة الأدوية والخدمات المالية شوطاً كبيراً في نوعية الخدمات والسلع المقدمة للسوقين المحلي والدولي. سجلت السعودية خلال العام الماضي أكبر كمية إنتاج نفطي وغاز في تاريخها بنحو 3.5 مليار برميل، فيما ارتفع إنتاج الغاز إلى حوالي 4 تريليون قدم مكعب بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام 2011. وتدير السعودية احتياطات تقليدية تقدر بحوالي 260 مليار برميل من الزيت الخام إلى جانب 300 تريليون قدم مكعب من احتياطات الغاز. وصلت الليرة السورية تدهورها لتهبط أمام الدولار اليوم إلى مستوى 185 ليرة في السوق السوداء، في مستوى متدن قياسي جديد، في حين أغلق الذهب الليلة الماضية على سعر 36 دولاراً للغرام الواحد. وأفادت مصادر في السوق السوداء بأن الليرة استمرت في الهبوط، في حين أن السعر الرسمي لم يصدر من قبل مصرف سوريا المركزي. أغلقت البورصة الإيرانية على ارتفاع ناهز نسبة 2.5% حسب ما ذكره الموقع الرسمي للبورصة، وذلك إثر الإعلان عن فوز حسن روحاني المقرب من التيار الإصلاحي بالانتخابات الرئاسية. وكانت السوق المالية قد ختمت تداولاتها مرتفعة بنسبة 2%، ويعزى هذا الصعود لتوقعات بأن تساهم سياسات الحكومة الجديدة في التخفيف من العقوبات الغربية المفروضة على إيران. كشفت وثيقة حكومية أن الصين قدمت ائتماناً بقيمة 500 مليون دولار لأوغندا لمساعدتها على بناء سد كبير لتوليد الكهرباء على نهر النيل في منطقة كاروما، لتعيد إحياء المشروع الذي تبلغ تكلفته 2 مليار دولار والذي توقف عدة سنوات بسبب نقص التمويل. وكانت الحكومة الأوغندية قد قالت إنها تتوقع البدء في بناء السد الذي سيولد 600 ميجاوات من الكهرباء قبل نهاية السنة الحالية وإتمامه في غضون 5 سنوات. أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منتصف الأسبوع الحالي مفاوضات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بينهما ستكون هي الأكبر في العالم، ويبلغ حجم التجارة بين القوتين الاقتصاديتين نحو 3 مليارات دولار يومياً، ومن شأن إبرام الاتفاقية تعزيز اقتصاد كل منهما بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً، وهي فرصة جذابة لا سيما في ظل الخسائر الناتجة عن أزمة ديون منطقة اليورو. نهاية الحصاد الاقتصادي، إلى اللقاء.